السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير متابعينا الكرام. الريح أو الهبوب وأنواعها عند أجدادنا من العرب القدماء كان لها مسميات مختلفة واتجاهات. قسم العرب القدماء الريح إلى أربعة أنواع رئيسية. هذه الأنواع الرئيسية حسب الاتجاهات الأصلية: رياح شرقية ورياح غربية ورياح جنوبية ورياح شمالية. ولنبدأ مثلا بالرياح الشرقية. الرياح الشرقية كانت تعرف عند أجدادنا من القدماء العرب برياح أو هبوب الصبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. لأن الريح الأولى هي ريح الصبا، ومن أسمائها أيضا القبول، وسميت بالقبول لأنها تقابل باب الكعبة من جهة الشرق. هذه الريح محمودة عند أهل نجد ويستبشرون بها خيرا، فهي بأمر الله عز وجل تجمع السحب وتنزل الغيث. كما أن العرب القدماء كانوا يضعون واجهات بيوتهم مقابل لريح الصبا من جهة الشرق. هذا بالنسبة لريح الصبا. أما الريح الأخرى فهي الريح الجنوبية أو الريح اليمانية، واسمها الشهرة المعروف عند كثير من الناس هو الأزيب. اشتق اسم الريح الجنوبية أو الريح اليمانية لأنها تأتي من جهة اليمن، فسميت بهذا الاسم ومن جهة الجنوب. هذه الريح محمودة عند أهل الحجاز ويستبشرون بها خيرا، لأنها تجمع السحب كما قلنا لكم، ويكون فيها المطر بأمر الله عز وجل، وهي تهب ليلا وتسكن نهارا. الأزيب عند كثير من المناطق الأخرى، يعني أهل نجد مثلا، أهل الشام، لا يستبشرون بالأزيب خيرا لأنها تشتت السحب وتفرقها. كما أن ريح الأزيب غير محمودة عند أهل مصر ويسمونها المريسية، وهي تهب عليهم 40 يوما أو 40 ليلة، إذا هبت عليهم واشتدت عليهم فتهلكهم وتهلك الحرث وتزيل السحب ولا ينزل معها أي مطر، وهي ريح تعتبر ريح باردة بالنسبة لهم. الريح المريسية وهي تأتي من الجنوب وتكون باردة وتستمر عليهم 40 ليلة، وهي شبيهة بالريح التي تهب على أهل العراق أو أهل بغداد، تسمى البوارح. البوارح تستمر 40 ليلة أيضا ولكنها شديدة الحر، بينما المريسية تعتبر باردة. ثم بعد ذلك عندنا الريح، ريح الدبور أو الريح الغربية، ومن أسمائها أيضا المحو، وسميت محو لأنها إذا اشتدت تمحو الآثار، وهي أيضا تعرف باسم الريح العقيم. أما الريح الرابعة فهي الريح الشامية أو الشمالية، وهي ريح محمودة بالنسبة لأهل الشام لأنها تكون محملة بالسحب ومجمعة للسحب وينزل معها الأمطار بأمر الله عز وجل، ولكنها ليست محمودة عند أهل الحجاز. هذه أربع أنواع من الريح معروفة عند العرب القدماء، وكانت أي ريح تخرج عن هذه المسارات الأربع يسميها العرب النكباء. وكلمة نكباء مشتقة من، ليست مشتقة من النكبة المعروفة عندنا، وإنما يقصد بها تنكب الطريق، أي أنه حاد عن الطريق المرسوم له. فهذه أربع رياح، إذن هي الصبا وريح أو ريح الأزيب وريح الدبور ثم الريح الشمالية. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات. تقبلوا تحيات.